النهارده معايا في واحد من الناس حكايه يعني مؤلمه، يعني حكايه توجع القلب، حكايه بتعبر عن مأساه انسانيه بكل المقاييس، مأساه عاشت بطلتها مشاهد مؤلمه وقاسيه، مأساه ان الانسان يفقد ابنه وضناه حته من قلبه، حته من عمره وذكرياته، مأساة ان يخطف الموت في لحظة ابن او ابنة كانوا بيملوا الحياة امل وفرحة. لكن صاحبة حكايتنا النهاردة اللي معايا النهاردة فقدت 3 من اولادها مرة واحدة في 3 ساعات. فقدت 3 من اولادها عشان تلاقي نفسها في مواجهة اصعب واقصى اختبار لا تملك إلا الإيمان والرضا باللي ربنا كتب، مفيش بإيديها حاجة تقدمها سوى أنها تدعي لأولادها إن ربنا يثبتها ويصبرها ويجمعها معاهم يوم القيامة. تدعي نفسها بالصبر وقوة التحمل على هذا الابتلاء الشديد، ومهما الواحد يقول ومهما استوديو الأم منى أحمد والجدة مدام ليلى البخاري. عايز أقول لك إيمانك بالله ويقينك بالله هو الأساس، الحمد لله، وربنا سبحانه وتعالى يسأل ملائكته هل انتزعتم فلذتك كبد عبدي فماذا قال؟ حمدك واسترجعك. الحمد لله بيتا يسمى بيت الحمد، بيت الحمد، الحمد لله. فان شاء الله اولادك الثلاثة هتلاقيهم بنين يقبلوا البيت الثلاثة، هم قالوا لي اصلا يا رب، وياخدوا بايدك في الجنة يا رب باذن الله يا رب. احكي لي اللي حصل. اللي حصل ان احنا كنا قاعدين انا ووالدتي واخواتي الصبيان الاثنين وستي جدتي ووالدة ماما. اولا عرفيني بيه. الله يرحمه. محمد الكبير اللي في النص كان ساعة الحادثة 9 سنين و4 شهور، ومرام ومروان توأم ساعة الحادثة كان 5 سنين و4 شهور. احنا كنا قاعدين انا ومامتي واخواتي الاثنين الصبيان وجدتي، وقاعدين كلنا اتغدينا، وكان ساعه اول كورونا اتغدينا، وقلت لهم يلا بقى كل واحد يقعد، احنا الاوضه اللي وقعت دي فيها 3 كنبات، قلت لهم كل واحد يقعد على كنبه. فطلعت انا سمعت الصوت هبد، احنا مش عارفين الصوت ده فين، احنا انا سمعت بس الصوت هبد، فانا طالعه يعني اشوف فيه ايه الصوت ده منين، لقيت يا دوبك انا ما طلعتش الشارع، انا ما كملتش نص مدخل البيت، لقيت مامتي بتصوت من ظهري وبتقول لمحمد اخويا العيال وستك.
فانا بلفت وشي عشان ابص اشوف ده ايه ولا ده في ايه ولا ماما بتصوت ليه، لقيت دخان وتراب طالع من عندنا من البيت من الشقه من باب الشقه. فطبعا انا ساعتها اصلا انا لحد دلوقتي وقعت على رجلي وجريت يعني، وانا على رجلي سحبت لحد جوه لحد ما مسكت في باب الشقه باب الشقه وقمت عشان اخش اشوف في ايه. لقيت بقى ماما واقفه، اللي فرق ما بينها وما بينهم ان هي برضو سمعت نفس اللي انا سمعته، فطلعت تشوف في ايه وهم قاعدين تحت رجليهم. اخويا جه وطلع يعني طالعين يا دوبك هي طلعت وحاجه زفتهم لبره وحاجه سدت ما بيننا وما بينها. قعدنا طبعا هي طلعت صوت في الشارع، انا مش عارفه هو كان فيه ايه اصلا، يعني انا اصلا يعني اللي هحكي لحضرتك الناس اللي حكيهولي انا ما اعرفش فيه ايه. طلعت هي صوت في الشارع، الصراحه لقيت الشباب بتاعه العزبه كلها شباب ويعني واللي مع يعني مثلا واحد ومعاه ابنه واحد ومعاه اخوه كلهم مخفوش. بدون استثناء العزبه كلها دخلوا جوه البيت، قعدوا يقولوا العزبه اطلعوا بره على بال يعني الحكومه ما جت، اطلعوا وفريق الانقاذ اطلعوا بره البيت بيقع مش عارفه ايه يا جماعه. لا خلاص وفضلوا لحد ما طلعوا ستي حيا ترزق لحد دلوقتي عايشه. وبعد كده طلعوا محمد، واول ما طلعوا المطرت لحد ما راح المستشفى، وبعد كده طلعوا هو بترتيبهم، بعد كده طلعوا مروان وبرده المطره مطرت لحد ما راح المستشفى، وبعد كده طلعوا مرام ما كانوش لاقيينها، وفريق الانقاذ ما كانش راضي ان هو يفحت بحاجه او يطلع بحاجه عشان ما يعملش في البنت حاجه. لما مرام طلعت رحت وراهم المستشفى بعد ما طلعت الثلاثه خلاص مشوا، انا رحت وراهم. طالعين ميتين طالعين ميتين ثلاثه طالعين ميتين او يعني ثلاث ساعات او اكتر من عند المغرب لبعد العشاء، كانت بتبدا ساعتها 9:30 العشاء، كنا في صيف في شهر 3، وحضرتك الثلاثه طلعوا ميتين، ويعني حضرتك تخيل سقف السطح من السيول اللي هي حصلت دي سقف السطح وفي سقف الثالث تحتي والثاني بعفشهم، الاوض اللي فوقنا مليانه عفش طبعا الاوض، وسقفنا احنا الارضي شوف كم سقف على الاطفال يا عيني ما فيهمش، تخيل هما يطلعوا عايشين ازاي. مش متوقعين والله ان البيت بيقع خالص، مش في دماغنا مش في دماغنا خالص. فرحت انا وابني بيقول لي ايه ماما دوت احنا عايزين كده على الكنب، فبقول له مش عارفه ده حاجه دبت يا دوبك. والله والله يا دكتور خرجنا بره باب الاوضه، والله ما كملت باب الشقه الاوضه كده انا وابني الكبير، ولقينا لك مره واحده كل اللي بعفشهم بحاجتهم راحوا مره واحده. البيت كان فيه ازاله دور وتنكيس اتنين، صاحب البيت مرضيش ينفذ القرار، وقلت له مره واثنين وثلاثه انا ما عنديش مشكله اطلع وابني ودينا مكاننا، حتى لو هتدقلنا على ايه ادينا مكاننا ما عنديش مشكله، احنا ايجار قديم احنا ايجار قديم فادينا مكان. قال لي لا انا مش هو اشترى الارض اللي جنبينا وعايز بقى يهد الاثنين ويطلعوا من الاثنين مع بعض. انت بتقولي من شويه انك انت هم كانوا حاسين ازاي لما اولا محمد الكبير كان دايما بيقول لي يا ماما انا ببني قصر هسافر وهبني قصر واحد ليكي واحد لتيتا وواحد لخاله. قصر ايه يا محمد؟ قال لي يا ماما ده انا هبني قصر كبير جدا هنمشي من البيت. وقبل الحادثه بيوم واحد بس يا محمد، كان اصلا ساعه الحادثه كان صابح ليله الاسراء والمعراج، فقبل الحادثه بيوم لقيته بيقول لي ايه يا ماما؟ قلت له نعم يا حبيبي. قال لي الميس المدرسه عرفتنا موضوع الثروت، فانا والبروك، فانا همسك ايد تيتا واعديها من على الثروت، هاخدها لحد ما اروح اخدها من ايديها واعدي بيها على الثروت لحد ما اوصلها عند الرسول ونخش الجنه. ادخل تيتا الجنه
قلت له طب وانا يا محمد؟ قال لي وانت يا ماما. الولد الصغير برضو في نفس التوقيت في نفس اليوم راح انا واخويا ومروان الصغير اللي هو التوأم بتاع مروان. فروحنا كنسنا وقرينا قران و المقابر عند بابا. تقروا الفتحة؟ بيروحوا احنا كل خميس بنروح لبابا كدا. فبيقول له بص يا مروان انا باجي انا وماما لجدك نقرا له الفاتحة و الزرع وننضف الاشجار والكلام ده. يبقى تعالى يا مروان لما احنا نموت اعمل لنا كده. راح باصص لخاله وباصص لي انا ما انا لحد دلوقتي مش قادره انسى البصه دي. قال له لا انا مش هاجي لكم، انا هاجي لجده لوحده لوحدي. انتوا لا انا مش هاجي لكم. الميه اللي احنا يعني هم طبعا بيعملوا تراب عشان يقفلوا العين، الميه اللي قافلين بيها بايد مروان، بايد مروان هو اللي مالي الميه اللي قفل بيها التراب ساعتها. الشجر نط في الشجر ورمينك على الشارع بره اللي هو منضف. تاني يوم هو اللي جه بقيت اقول لهم الشجر ده مروان هو اللي شايله، منضف الحوش وشايل الشجر راكبه على جنب. منضف الشجر ومالي الميه اللي هي اتعمل بيها. ماليها يعني الخرطوم اللي مش عارفه اقول ايه، بس كل اللي هقوله اكيد ربنا له حكمه وانا مش عارفه الحكمه دي ايه دلوقتي. بس برضو انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهفضل طول عمري اقول الحمد لله. محدش عارف كان ايه ممكن يحصل اكتر من كده، ولا حد عارف كان ايه ممكن يبقى مصيرهم لو هم كان فيهم حاجه. فانا بحمد ربنا على كل حال وبقول الحمد لله. ودايما هم كانوا يعني انا قبل الحادثه بكام يوم برضو كنا بنحفظ، كنت بحفظ محمد آية الكرسي. ويعني هم الصراحه يعني مخليين كل الذكريات كويسه معانا، عمرهم ما قال ادبهم على حد. حضرتك كانوا بيقولوا لك ايه قبل وفاته؟ اخر حاجه وقعد على الكنبه وانا واقفه على باب الاوضه، كنت عايزه اطلع اتوضى عشان المغرب، اصلي المغرب. كانت لسه اتغدينا ولمينا ولسه محمد مامته بتقول له بص يا محمد دنيس بعتت لك ايه اسمها منى؟ كانت الابحاث على التليفون يا محمد. فانا رحت قلت له محمد انت كبرت، انا ممكن اكون حسدت وما قلتش ما شاء الله. وكان يقول لها يا تيتا بعد الشر عليكي، والله العظيم بعد الشر انا هموت معاكي، لما تموتي انا هحط لك لمبه في القرافه عشان انت بتخافي من الضلمه. هي ماما بتخاف من الضلمه، فقال لها هحط لك لمبه في القرافه عشان انت بتخافي من الضلمه. طيب قوي، هم طيبين والله، هم الثلاثه قوي قوي. انا حتى يعني انا ما شفتش عيل زيهم خالص. شفت لك والله ما شفتش عيل زيهم. محمد كتب لك يعني شفناها بعد ما مات، شفتهاش قبل ما مات، شفتها بعد الحادثه. كتب كلام الحقيقه مؤثر يعني. امي منى احلى ام في العالم. امي 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 كلب حامي. قلبي يا طيبه كان طيب قوي. مروان ده كان حنيه الدنيا، انا مش شفتش عيال زيه بامانه والله. حنيه الدنيا فيه وزيد العيال اكله وحاجته. يا حبيبي يقول لي حرام يا تيتا ممكن ما يكونش معاهم فلوس. دكتور شفته بعد الحادثه وانا بقلب في كراريسه في حاجته، لقيته كاتب لي كده وما شفتهاش قبل الحادثه، ما شفتهاش الا يوم الحادثه بعد الحادثه. حلوه قوي يعني ساعات ما بصدقش. احنا بندور عليهم اصلا يعني انا بدور عليهم. انا عارفه اقول لحضرتك على حاجه ويمكن اول مره اقولها، انا لما بلاقي حد مثلا منزل في طفل لقيناه او والله العظيم ببص اقول يمكن
بقول ارجع اقول استغفر الله العظيم يا ربي، الحمد لله ان انا عارفه طريقهم، ويوم الحمد لله ان انا بروح لهم، ان انا عارفه ان هم هنا لا مخطوفين ولا ده ولا ده، الحمد لله. ما هم عند ربنا، ما سيدنا ابراهيم ستنا هو جرى الحمد لله. احنا عارفين ربنا يدينا الصبر. دول يعني انت عارفه دول ايه طبعا. ايوه طبعا. يعني ملك. انا ما شفتش الجنازه وقالوا لي يعني قعدوا يفكروني انت قلتي كذا وانا قلت كذا لبستي كذا ولبستي اتصدمت لبستي فستان ابيض وطرحه بيضاء. قلت لهم انا عملت كده، قالوا لي اه انت عملتي كده. انا ما شفتش، ما حسيتش بحاجه اصلا. انا شفت بقى بعد كده في الصور وصوره الجنازه وصوره الثلاث خشبات وهي طالعه، المنظر يعني انا مش قادره انساه، انا لا قادره انسى ليل ولا نهار ولا قادره. والله بنقوم من النوم ندور عليه، بندور عليه والله بندور. بدور النهارده اكيد اكيد، ودي حاجه انا واثقه فيها مليون في الميه، ان هم طبعا في كفاله سيدنا ابراهيم سندين على البيت المعمور في السماء السبعه. هم مستنيين، اكيد هم مستنييني اروح لهم، وانا بقول لهم هم وحشوني جدا، وانا ما عنديش حد اغلى منهم بعد مامتي طبعا، بس انا يعني برضو بحمد ربنا عشان انت قلت لي يا محمد اني هروح يا امي وهسافر وهعمل لك قصر. انت مش كان على طول كده هسافر عشان تعمل لي القصر، عشان مش بالسهل. انا برضو بحمد ربنا وما اقدرش اقول حاجه، لاني رديت او ما رديتش قضاء ربنا نافع، فانا ما اقدرش اقول غير الحمد لله. بس كل اللي بطلبه هو الصبر، اني صبرني على اللي انا فيه بس، مش اكتر، مش عايزه حاجه اكتر من كده. قل إلا ما يرضي ربنا وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. ربنا يصبرك يا رب ويربط على قلبك إن شاء الله يا رب، ويصبرنا على جميعنا. ويجمعكم معهم على خير يا رب. شدي حيلك يا مدام، شدي حيلك يا مدام، شد على الدكتور. ما عنديش حاجة أقولها لكم غير إن أنا داعي لكم، وأتصور إن كل أب وكل أم بيشوفونا الحمد لله هيدعوا لهم، لازم ندعي لهم إن ربنا يربط على قلبهم ويصبرهم يا رب على فقدان ثلاثة من ولادهم. يا رب يا رب، ربنا يا رب يرحمهم. امين يا رب العالمين. يجمعهم مع اولادهم على وقت ان شاء الله، هنروح لهم عاجلا او اجلا، هنروح البقاء. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك.